معنا كذلك عبر الهاتف الملازم أول مسعد الحارثي المتحدث الرسمي للجنة إدارة الأحداث الطارئة وتأمين الفعاليات بشرطة أبوظبي للحديث عن كذلك بعض كذلك التوجيهات اللي بتكون للجمهور الحاضر في هذه المباراة. الملازم أول مسعد السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله أخوي أحمد. حياك الله، كيف حالك؟ طيب الله يسلمك ومساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، حياك الله، كيف حالك؟ طيب بخير الله يعافيك. الله يسلمك، جزاك الله خير. دائما ما نتكلم عن يعني وجودكم وبشكل دائم في هذه الأحداث الرياضية الكبيرة والفعاليات كذلك الكبيرة، ونبغي نطمن أكثر كذلك على وضع الجمهور والطرق المؤدية إلى الاستاد والمواقف الخاصة بالمشجعين، أماكن تجمع الجمهور، وشو النصائح اللي كذلك تقدمونها في نفس الوقت للجمهور اللي بيحضر هذه المباراة؟ ما في شك اليوم فرحتنا كبيرة في تنظيم أو أن فتحوا الباب للجماهير، وهالشيء اللي يعني مثل ما تقول ما نقول زاد العب علينا، بالعكس فرحتنا بالحضور الجماهيري أنهم يكونون طرف داعم لهالقرار هذا. نعم. طبعا دعوتنا للجمهور الكريم في نهاية كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة اللي يتنافسون عليه نادي شباب الأهلي ونادي النصر للتشجيع الحضاري أول شيء، وهذا ما في شك فيه في كل يعني على مستوى جماهيرنا. كذلك الالتزام يعني وفقا للظروف، ومثل ما أنتم عارفين جائحة كورونا، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، الالتزام بارتداء الكمام، عندك التعليمات الخاصة بدخول الأستاذ هزاع بن زايد. اللجنة المنظمة طبعا خصصت البوابة رقم 2 ورقم 3 والبوابة اللي هي المميز ألف لجماهير نادي النصر، وبتكون المواقف الشمالية خلف جولدن جيم هي المواقف المخصصة أيضا لجماهير نادي النصر، بينما خصصت اللجنة البوابات 8 و 9 والبوابة اللي هي المميز باء لجماهير شباب الأهلي والمواقف المحددة لهم بجانب منطقة المطاعم والكوفيات. جميل. بخصوص يعني التعليمات العامة وفقا للإجراءات الاحترازية واللي طالبينها طبعا في اللجنة المنظمة لنهائي كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، طبعا أول شيء وجود حرف الإي أو النجمة وفحص أقصى 48 ساعة زائد وجود تذكرة المباراة. يعني ما عنده تذكرة لا يحرج نفسه ولا يحرج اللجان المنظمة. أيضا عندك أقل من 16 سنة ما راح يدخل بناء على تعليمات اللجنة المنظمة. طبعا موضوع الفحص أخوي أحمد للتأكيد، يعني اللي يقول عنده الإي أو النجمة ما يحتاج فحص، لا يشترط لو عنده الإي ولا النجمة أن فحصه خلال 48 ساعة. هذه يعني بس أساس أنه ما يكون فيه لبس وما يكون فيه يعني لبكة في أثناء الحالة. طبعا قلنا الالتزام بالكمام شيء أساسي، الحفاظ على التباعد داخل وخارج الاستاد مهم جدا. يعني الجماعة في اللجنة المنظمة للأمانة خلال المداخل سووا 8 مسارات. الثمان مسارات هذه لضمان التباعد الاجتماعي وفقا للظروف، وعلى اساس انه يكون ان شاء الله هذا القرار بالسماح للجماهير يعني فاتحه خير لعوده الجماهير في الموسم القادم باذن الله ان شاء الله يا رب. نعم. مسعد جزاك الله خير. بخصوص ما بعد المباراه والانتهاء من المباراه وبعد ما يكون في تتويج للبطل، شو التعليمات اللي لابد ان الجمهور يتبعونه؟ طبعا ما في شك مثل ما تحددت اللي هي المداخل ايضا مخارجهم سهله جدا، وراح يكون رجال الشرطه متواجدين سواء كان في مواقف السيارات او في الطرق المؤديه الى المخارج، بيكونون هم الدليل لهم. ولكن اللي نتمناه سواء الفايز او الخسران، الجماهير اتكلم عن الجماهير، ان مثل ما دخلنا نطلع وحنا مستانسين بهذه المناسبة الجميلة اللي هي كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. الالتزام نفس الشيء بالإجراءات الاحترازية، لأن ما في شيء
اليوم يخلينا نقول نلغي الفرحة، تخلينا نلغي والله الإجراءات الاحترازية، لا احنا ملتزمين وهذا التزامنا لوطننا. نعم مسعد، قبل لا اختم المكالمه بس استفسار اخر او للتاكيد اكثر، في حال اذا انا عندي اليوم اللقاح، عندي التطعيم واللقاح، الورقه هذه موجوده عندي، وعندي ورقه الفحص كذلك ما يثبت اني انا فحصته في خلال الوقت المطلوب مني، بالاضافه التذكره موجوده، لكن ممكن عندي قد تكون إشكالية من الهاتف اللي أنا عندي في التطبيق، ممكن الحرف الإي هذا غير موجود، في هذه الحالة شو اللي ممكن يستوي؟ طبعا فيه يعني سواء كان فيه عطل البرنامج أو ما فيه عطل، فيه أشياء بديلة، أما مسج أما شيء، لكن الشيء الرئيسي نعم. أنا أتكلم عن الشيء اللي هو الستاندر المعتمد عندنا في الدولة اللي نعم. هو برنامج الحصن نعم. لكن البدائل موجودة، أكيد أن الأخوان إذا كان في شيء من هذا واكتشفوا أن في شيء من هذا، أكيد أن الطرق البديلة، لأن إحنا متعودين دائما نشتغل، ما نشتغل على خطة واحدة، الخطط البديلة موجودة. وفي معلومة بس حبيت أأكدها أخوي أحمد لأني كنت ناصرها، نعم. البوابات راح تفتح الساعة 5:30، نعم. نتمنى يعني طبعا مسار الجماهير من المواقف إلى المنطقة اللي تم فيها الفرز والتأكد من الفحوصات والإجراءات، يعني محتاجة من الكل أن يكون متواجد خلال الوقت اللي تم تحديده بإذن الله. أنا شاكر لك جزيل الشكر على تواصلك وتعاونك الدائم أخوي مسعد معنا في البرنامج، والله يوفقكم ودائما ما شاء الله عليكم يعني مجتهدين ومميزين في كل الأحداث الرياضية. واجبنا يا طويل العمر، واجبنا، ونشكر دعمكم دائما كوسائل إعلام. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا. حياك الله. شكرا جزيلا للملازم أول مسعد الحارثي المتحدث الرسمي للجنة إدارة الأحداث الطارئة وتأمين الفعاليات بشرطة أبوظبي.